زیارت عاشورہ مولا امام حسین علیہ السلام پڑھتے ہیں. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبد اللہ. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا ابا عبد اللہ. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علیک یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسین. السلام علیک یا ابن فاطمت الزہراء سیدتی نساء العالمین. السلام علیک یا قیارت اللہ وابن قیارتہم. السلام علیک یا سار اللہ وابن سارہم والوتر الموتور. السلام علیک وعلی الارواح اللتی حلت بفنائک واناقت برحلک. علیکم منی جمیعا سلام اللہ آبادا ما باقیت وباقی اللیل والنہار. یا ابا عبد اللہ صلوات اللہ وسلام علیک لاقت عظمت الراضیات وجلات المصیبت بکا علینا وعلى جميع اہل الاسلام وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات على جميع اہل السماوات. فلان اللهم تان اساس الظلم والجور علیکم اہل بیت. ولان اللهم تان دافاتکم عن مقامکم وعزالکم عن مراتبکم اللتی رتبکم اللہ فیہا. ولان اللهم تان قتلکم. ولان اللہ الممہدین لہم بالتمکین من قتالکم. بریتو الی اللہ علیکم منہم ومن اشیاء اتباہم اولیائی. یا ابا عبد اللہ صلوات اللہ وسلام علیکہ. انی سلم لمن سلامکم وحرب لمن حرابکم الى یوم القیامة. ولعن اللہ آل زیاد وآل مروان. ولعن اللہ بنی امیہ خاطبات. ولعن اللہ ابن مرجان. ولعن اللہ عمر ابن سعد. ولعن اللہ شمر. ولعن اللہ امتان اسراجت والجمت تنقابت تحیت لقتالک بی ابی انت امی. صلوات اللہ وسلام علیک لاقد عظم مصابک. فاسل اللہ الذی اکرم مقامک و اکرمانی بکا ان یرزقانی طلب ساریک ما امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم جنی اندکا وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرات. یا ابا عبد اللہ صلوات اللہ وسلام علیک. انی اتقرب الی اللہ ویلا رسولہ ویلا امیر المومنین ویلا فاطمہ ویلا الحسن ویلیک بمولاتک بالبرعات ممن قتالک والنصاب لك الحرب وبالبرعات ممن أساس الظلم والجور عليكم. أبره إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ممن أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجار في ظلمه
وجوري عليكم وعلى أشيائكم بريت إلى الله إليكم منه وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناسبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياء أدبائهم أولياء يا أبا عبد الله إني سلم لمن سلامكم وحرب لمن حرابكم وولي لمن ولاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرماني بمعرفاتكم ومعرفات أوليائكم ورزقاني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدام صدقا في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي لكم عند الله أن يرزقني طلابا سريما إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم بالشان الذي لكم عنده أن يتياني بمصابكم أفضل ما يتي مصابا بمصيبتي يا لها مصيبة ما عظام وعظام راضياتا في الإسلام وفي جميع أهل السماوات والأرض اللهم جلني في مقامي هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة مغفرة اللهم جل محيا يا محمد وآل محمد وما ماتي وما مات محمد وآل محمد صلواتك وسلامك عليهم اللهم إني هذا يوما تبركت به بنو ميات وابن آكلات الأكباد اللين ابن لين على لساني ولسان نبيك صلى الله عليه وآله وسلم كل موتي وموقف وقفا في نبيك صلواتك عليه وآله اللهم لان أبا سفيان وماويات أبا سفيان ويزيد بن ماويات وآل مروان عليهم منك اللعنة آباد العابدين وهذا يوما فرحت به آل زياد وآل مروان عليهم اللعنة بقتلهم الحسين صلوات الله عليهم اللهم فزايف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي وهذا أيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم بالموالاة لنبيك وآل نبيك عليهم السلام اللهم لعن أول الظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن إصابات التي جهادت الحسين صلواتك عليهم والشيات وبيات وتبات على قتلهم اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بقنائك وأناقت برحلك عليك مني سلام الله آبادا ما باقيت وباقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم قص أنت أول الظالمين باللعن مني وابدأ به أول ثم الثاني والثالثة والرابعة اللهم لعن يزيد بن معاوية قميصا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة عمر بن سعد وشمر وآل أبو سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم راضياتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليهم السلام يوم الورود ثبت لي قدام صدقا عندك مع الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين الذي
بدل محجم دون الحسين علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فرجنا بهم وانشرنا بزمرتك برحمتك يا أرحم الراحمين وصل